تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس والصديق العزيز إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، الحضور الكريم، أود بداية أن أعرب عن ترحيبي الشديد بفخامة الرئيس ماكرون والوفد الرسمي المرافق له، حيث يحل سيادته ضيفا عزيزا على مصر في زيارته الأولى كرئيس للجمهورية الفرنسية، وذلك في ضوء علاقات الصداقة الممتدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وفرنسا، وهي صداقة تستند إلى تاريخ طويل من المصالح المتبادلة والتفاعلات الإنسانية والحضارية بين شعبينا منذ قرون، عزز من عمقها ما شهدته علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية من زخم متواصل على أصعدة التعاون في جميع المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، والمستوى الرفيع من التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. لقد استعرضت مع فخامة الرئيس ماكرون مختلف أوجه التعاون الثنائي، وكذلك شهدنا سويا مراسم التوقيع على عدد متنوع من الاتفاقات ومذكرات التفاهم للتعاون في مجالات متعددة كالنقل والصحة والثقافة والتعليم والاتصالات والشباب والتجارة الداخلية والطاقة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بقيمة مليار يورو. كما مثل لقاؤنا اليوم فرصة مهمة لاستعراض أهم خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه مصر منذ عام 2016 بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود، وهو البرنامج الذي يحظى بإشادة مستمرة من مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية، حيث اتفقنا على ضرورة إعطاء دفعة قوية للتعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعكس مكانة وتميز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا. ومن هذا المنطلق أكدت لفخامة الرئيس ترحيب مصر بالشركات الفرنسية وتعظيم مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة واستفادتها من الفرص الواعدة في شتى قطاعات الاقتصاد المصري، فضلا عن حرص الشخصي على دعم ودفع الاستثمار الأجنبي في مصر عامة والشركات الفرنسية على وجه الخصوص. كما أبديت تطلعي واهتمامي لأن يسفر منتدى الأعمال بين رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص في البلدين الذي أشهد وفخامة الرئيس جلسته الختامية مساء اليوم عن نتائج إيجابية تسهم في تعظيم المصالح المتبادلة بين بلدينا. ولقد ناقشنا أيضا بإسهاب سبل تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر وفرنسا في ظل احتفال البلدين بعام 2019 كعام للثقافة المصرية الفرنسية، وفي ضوء التأثير المتبادل للتراث الحضاري لكلا البلدين على الحياة الثقافية والاجتماعية للشعبين المصري والفرنسي. فالنخبة المصرية المثقفة تأثرت بكتابات مفكري عصر النهضة الفرنسية، كما أن الشعب الفرنسي والرئيس ماكرون ذاته لديه ولع بالحضارة المصرية القديمة. ولا ننسى هنا إسهام علماء فرنسا في كشف أسرار وفك رموز حضارتنا الفرعونية العريقة. فخامة الرئيس، الحضور الكريم، لقد شهدت محادثاتنا اليوم كذلك اتفاقا في الرؤى بشأن أهمية الاستمرار في مواصلة العمل لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيض الذي يستهدف أمن الدولتين ومصالحهما على حد سواء، وبالتالي يمثل تهديدا مباشرا لجهودنا في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتحدي الأكبر على ضرب تحقيق رخاء شعوبنا. كما شملت محادثاتنا حوارا إيجابيا حول الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في بلدينا ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، حيث أكدت الأهمية التي تليها مصر لهذه المبادئ والقيم التي ترسخت عالميا باعتبارها مكونا رئيسيا في كافة الجهود المبذولة لانطلاق شعب مصر نحو التقدم والازدهار. إن مؤسسات المجتمع المصري بجميع أشكالها التنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية تتضافر جهودها لتطوير منظومة حماية حقوق الإنسان من منطلق فهم معمق لعوامل التاريخ والحضارة والتراث
التي تقود إلى حركة التطور الطبيعي للمجتمع وفقاً لدرجة امتلاكه للعناصر اللازمة التي تدفعه من مرحلة إلى أخرى اتساقاً مع تطلعاته الوطنية ومسؤولياته الإنسانية. ولا يخفى هنا ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لأن جميع تلك الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض ولا يمكن تجزئتها. فالحق في الحياة والأمن وحرية الرأي والتعبير والتنمية بما يشمل الحصول على غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق إنما هي حقوق توليها مصر أولوية كبيرة انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه مواطنيها والتزاماً ببنود الدستور التي تعد أساساً راسخاً لحماية حقوق الإنسان، وأن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية، كما يجدر بنا في هذا المقام تأكيد ضرورة ألا تثنين التحديات التي تواجهنا سواء بالمنطقة أو بأوروبا من انتشار لظاهرة الإرهاب وزيادة معدلات الجرائم المرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب عن التشبث بمواصلة توفير الحماية والتقدم لمواطنينا. من ناحية أخرى فقد استعرضنا أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية ومنطقة الساحل الإفريقي وكذا ملف الهجرة غير الشرعي، فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري وما تتيحه من فرص لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وفرنسا لدفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية. وقد أكدت من جانبي وقوف مصر ومساندتها للجهود السياسية الرامية لتسوية النزاعات الإقليمية والحفاظ على الدولة الوطنية وسلامتها الإقليمية والحيلولة دون تفككها أو السماح لقوة خارجية باستمرار العمل على زعزعة استقرار وأمن المنطقة تحقيقاً لأهداف الإيديولوجية أو مصالحها الضيقة. فخامة الرئيس، أرحب بكم مجدداً في مصر وأكرر الإعراب عن تقديرنا للدعم الذي تقدمه فرنسا والتطور المتسارع والمثمر الذي تشهد علاقاتنا الثنائية في شتى المجالات. أشكركم واسمحوا لي فخامة الرئيس أن أعطي لكم الكلمة فلتتفضلوا. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil et votre hospitalité à mon égard, celui de mon épouse et de toute la délégation qui m'accompagne. J'avais reçu à Paris le président Sissi à l'automne 2017 et nous étions convenus de nous revoir au Caire. Et en procédure de rencontre, nous avons multiplié les échanges téléphoniques afin d'évoquer beaucoup de situations et je reviendrai de la région comme la relation bilatérale. Et ce déplacement en Égypte est pour moi très important. Il est l'occasion, en effet, de renforcer le lien avec un partenaire essentiel pour toute la région, un partenaire avec lequel nous avons une histoire forte, une estime réciproque, avec lequel nous souhaitons faire davantage. Avec le président Sissi, nous venons d'avoir de longs échanges et des discussions approfondies, tout à la fois sur les crises régionales et la situation bilatérale. Je crois pouvoir dire que sur nombre de ces sujets, nous avons des convergences de vue. Sur les sujets régionaux, nous travaillons depuis plusieurs mois ensemble sur la situation en Libye, qui est un enjeu de stabilité majeur pour nos deux pays. Le dialogue étroit et confiant que nous entretenons depuis plusieurs mois sur cette crise nous a permis de converger, surtout d'agir de concert sur le terrain. Je crois pouvoir dire que nous avons deux objectifs. Le premier, c'est la lutte contre le terrorisme et le soutien à tous les acteurs libyens qui luttent efficacement contre le terrorisme dans leur pays. Et le second, c'est la réconciliation nationale qui seule permettra d'assurer la stabilité nécessaire. À cet égard, nous étions confortés avec la France, notamment plusieurs initiatives, dès juillet 2017 avec la conférence de la Seine-Saint-Cloud. Nous avons
constamment échangé lorsque la France a réuni l'ensemble des parties prenantes au printemps 2018 à Paris. Et je crois pouvoir dire que par notre travail, nous avons réussi à consolider un début de réconciliation sur le territoire et nous veillerons à ce que les prochaines semaines et les prochains mois permettent d'avancer en ce sens. Évidemment, notre travail se fait très étroitement avec les représentants spéciaux des Nations Unies. Nous travaillons également étroitement pour coordonner nos actions en réponse au conflit syrien. La France et l'Égypte ont en effet toutes deux parties du Small Group qui rassemble 7 pays autour de l'objectif de trouver une solution politique durable. Et je dois dire que sur ce sujet, là aussi, nos convergences sont fortes. Et nous l'avons réaffirmé ensemble ce matin qui consiste évidemment en Syrie non seulement à lutter contre le terrorisme islamique, mais à nous assurer que une solution politique inclusive sera établie sur le territoire. C'est conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité ce que nous souhaitons mettre en œuvre tous nos partenaires. Le travail se poursuivra. Le format que nous avons décidé a montré déjà sa force et nous continuerons les discussions dans les prochaines semaines à la fois avec les Nations Unies et les puissances de la région pour obtenir justement les évolutions constitutionnel et politique qui seuls sont en mesure d'assurer la stabilité de la Syrie. Nous avons convenu que dans le contexte actuel et alors que le régime syrien n'a donné aucune indication de vouloir engager une discussion politique, la perspective de normalisation ou de banalisation de la situation serait irresponsable. Notre position est bien de continuer à œuvrer conformément justement à ce qui a été acté aux Nations Unies dans un processus de transition. الذي تم تبنيه في الأمم المتحدة التي نصت على عملية انتقال سياسية ومؤسساتية. فكرنا كذلك معا بإعادة إطلاق عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. المسدود الحالي هو قنبلة موقوتة للمنطقة ولنا، وأود أن أحيي التزام السيادة الرئيس السيسي في الحوار والسياسة التي نريد تنفيذها، ونحن الاثنان مقتنعان وسوف تتسنى لنا الفرصة بالعمل معا على بلورة مبادرات في الشهور المقبلة. نحن مقتنعين بأن الحل الذي ندافع عنه منذ عدة عقود ممكن فقط إذا عادت المحادثات في الميدان، وأود أن أحيي التزامكم في عملية المصالحة الفلسطينية. ولقد تناولنا أيضا أفريقيا، وسوف يكون هذا من المواضيع الهامة في الأجندة السياسية المشتركة لنا في الشهور المقبلة، خاصة وأن سيادة الرئيس السيسي يستعد لتبوء رئاسة الاتحاد الأفريقي بعد بضعة أيام. إن بلدينا لهما توجه أفريقي، وسوف نعمل معا في مواضيع عمليات الأفريقية لحفظ السلام. وذكرت الرئيس كم أن العام الماضي عملت فرنسا كثيرا في العام الماضي مع الاتحاد الأفريقي وإلى جانب الاتحاد الأفريقي لحل عدد من أزمات القارة الأفريقية. إضافة إلى كل هذه المواضيع، العلاقة الثنائية هي التي كانت الإطار الهيكلي لمبادلاتنا. العلاقة الثنائية وإحدى أولوياتها اليوم مكافحة الإرهاب وإرادة ضمان الأمن والاستقرار، وخاصة في مصر. مصر وفرنسا que vous entendez effectivement que la grésille. L'Égypte comme la France ont été sévèrement touchées ces dernières années par le terrorisme. J'ai entendu que vous n'entendiez rien. سمعت أنكم لم تسمعوا شيئا، ولهذا توقفت عن الكلام. شيء ما يحصل.
كده كويس. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Là, c'est bon. سامعين؟ Très bien. ممتاز. Donc, j'étais en train d'évoquer إذن, au-delà des sujets régionaux. إضافة إلى المواضيع الإقليمية كانت لنا مبادرات ثنائية. Au premier chef, le sujet de la lutte contre le terrorisme et de la sécurité. مكافحة الإرهاب والأمن. ولقد واجه البلدان الإرهاب وآفة الإرهاب الإسلامي. وقلت بكل وضوح للرئيس السيسي أن بالنسبة لفرنسا إن استقرار و أمن مصر هي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لنا وقررنا أن نعزز تعاوننا في هذا المجال الرئيسي هذا أساس الشراكة الاستراتيجية وأساس ما نقوم به معا ومصر هي حقا قوة إقليمية استقرارها أساسي بالنسبة لنا أساسي لمصر طبعا ومئة مليون مصري وأساسي للمنطقة ولنا نحن أيضا إن معركتكم في هذا المجال سيادة الرئيس كما تعرفون هامة جدا لنظرنا وكذلك عبرت لسيادة الرئيس السيسي عن قناعتنا بأن الاستقرار والسلام تترافق مع احترام الكل وكرامة الكل ودولة القانون والسعي إلى الاستقرار والأمن الذي في إطار شراكتنا التي تكلمنا عنها في أكتوبر 2017 معا لا يمكن أن يفصل عن مسألة حقوق الإنسان وعلى العكس إن مجتمع مدني نشط ويشمل الكل هو أفضل سد منيع في وجه التطرف ومن أجل استقرار البلاد وذكرت سيادة الرئيس السيسي بالثقة والصداقة التي تميز علاقاتنا بأهمية ما يمكن أن يفعله مثلا فيما يتعلق بعمل المنظمات غير الحكومية في مصر وإضفاء سلاسة أو مرونة على القانون لإعادة توازن أكبر للقانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية أو بحالات فردية أو بتحرير بعض مواقع الإنترنت ولقد سلمت سيادة الرئيس بعض أسماء تبدو لنا هامة وإضافة إلى ذلك نود أن يكون لنا حوار حول هذه المواضيع وأطلعت سيادة الرئيس أني سألتقي بممثلين عن المجتمع المدني غدا بالنسبة لهذا التبادل يندرج في إطار شراكة تهدف إلى تنمية واستقرار ونجاح مصر سيادة الرئيس السيسي أطلعني أيضا على إصلاحاته الطموحة الاقتصادية والتي يتم تنفيذها بكل شجاعة وحي الجميع أولى نتائجها مصر تعود إلى مرحلة النمو الاقتصادي وكررت للرئيس إرادة فرنسا في مواكبة نجاح هذه الإصلاحات ومن أجل دعمها أن نعزز أو أن نجند التمويل وخاصة في السنوات الأربعة المقبلة مليار يورو من التمويلات الإضافية وخاصة عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية والاتفاقات التي وقعنا عليها بينت تنوع هذا الدعم وأهميته وأود كذلك أن تساهم الشركات الفرنسية وفي تنمية الاقتصادية لمصر وفي مصر 100 مليون نسمة ويزيد عدد سكان البلد ب 2.5 مليون سنويا وبالتالي هناك تحديات هائلة في مجال التعليم والعمل والصحة وكل هذا يتطلب شركات صناعية ورسالتي للشركات واضحة وبسيطة مصر تتحول مصر تحدث نفسها مصر تتطور وشركاتنا يجب أن تستغل الفرص العديدة في كل هذه المجالات وإضافة إلى الاتفاقات التي وقعنا عليها سيكون هناك اتفاقات هامة بين هيئة أنفاق القطارات أنفاق القاهرة والشركة الفرنسية RATP تكلمنا عنها ووضحنا كذلك حالات تتعلق بشركات فرنسية وشكرا لسيادة الرئيس على عمله وأردنا أيضا أن نذهب أبعد من ذلك في هذه الشراكة أولا لقد
غيرنا جدول الأعمال الرسمي وسوف نذهب معا لنرى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي سوف تكون فرصة لشراكة حقيقية في الاقتصاد والتنمية والبنى التحتية والاستفادة من المواهب والمعرفة الفرنسية في المدن الذكية وتطوير تعاوننا الثقافي والتربوي. وكذلك سوف نوسع التعاون الصناعي في مجال صناعة السيارات لإطلاق مشروع لصناعة السيارات الكهربائية، والرئيس السيسي يريد أن يلتزم بقوة في هذا الموضوع، وفرنسا تريد إلى جانبه أن تشارك في هذا المشروع الصناعي الطموح. وفي الأسابيع المقبلة سوف نعمل على بلورة هذا المشروع ولإنتاج السيارات في مصر. ثالثا، في مجال البنى التحتية الإقليمية الطرق والسكة الحديدية، نود أن نعمل معا لمواكبة مصر في إرادتها الوطنية والإقليمية في تنفيذ مشاريع طموحة في مجال البنى التحتية. إضافة إلى كل هذه الجوانب، في مجال الصحة، الثقافة، التربية، تكلمنا كثيرا عن التنمية والتعاون والمشاريع التي نريد تنفيذها. وقعنا على شراكة هامة في المجال الأكاديمي، خاصة لتدريب وتكوين الكوادر للأمة المصرية. عندنا جامعة مشتركة، نريد أن نطور هذه الشراكة التعليمية والتربوية لإعطاء قوة ووقع أكبر لهذه الجامعة الفرنسية المصرية وزيادة طلابها. ولهذا السبب الجامعة الفرنسية المصرية سوف تزدهر وتتطور كثيرا في السنوات المقبلة وأيضا في العاصمة الجديدة. ولهذا السبب نحن نريد أن نلتزم أكثر بتعليم اللغة الفرنسية في مصر عن طريق المدارس الفرنسية. أشكر الرئيس كذلك على التزامه لتعليم الفرنسية في المدارس المصرية إن كان كلغة ثانية أو في الصفوف التي تدرس بلغتين. هذه الشراكة التربوية أيضا تؤدي إلى زيادة عدد المنح لتسهيل انتقال الطلاب بين البلدين. هذه الشراكة التعليمية والجامعية التي ستتطور تواكبها إرادة في العمل أكثر في مجال الثقافة. عندنا تاريخ مشترك ثقافي، كنت مع معالي وزير الآثار في أبو سمبل، وهذا الموقع رمز قوي جدا للعمل المشترك بين البلدين والخبراء من البلدين. نريد أن نواصل هذا العمل عن طريق تعزيز الوجود الفرنسي في مجال الآثار وعلم الآثار، وأيضا عن طريق التعاون العلمي والمتحفي بين البلدين والتبادل في مجال علم الآثار والفنون الإسلامية. ونحن نظمنا نفسنا للمشاركة في المشروعين المتحفيين الكبريين في مصر، وكذلك نريد تطوير الشراكة في مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة. كل هذه المشاريع تبين كم أن التنمية والاستقرار والنجاح لمصر تهمنا، وهي تهمنا نظرا لتاريخنا ولكل ما يربطنا، هي تهمنا نظرا لقوة مصر الديمغرافية ودورها العسكري في المنطقة، وهذا يهمنا نظرا لموقع مصر في المنطقة في الاتحاد الإفريقي بعد بضعة أسابيع ودورها في مواضيع الشرق الأوسط والأدنى. شكرا مرة أخرى سيادة الرئيس على استقبالكم لنا وعلى هذا العمل الذي قررنا القيام به معا. شكرا فخامة الرئيس، واسمح لي نعطي الفرصة لسؤالين من كل جانب. تفضل. أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرحب بفخامة الرئيس الفرنسي. سيد الرئيس، لم يكن الشعب المصري وحده ولم يكن الشعب الفرنسي فقط، بل أعتقد أن العالم كله تابع بإعجاب شديد
صورتك بالأمس وأنت تطالع نقوش أجدادنا الفراعنة على حائط معبد أبو سمبل. هذه اللحظة تعكس تقديرك الشديد لهذه الأمة المصرية حضارة وتاريخا وشعبا وواقعا. نعرف ذلك لأن الشعب المصري أيضا يحمل نفس التقدير وأكثر للأمة الفرنسية حضارة وتاريخا وشعبا. لكن اسمح لي سيادة الرئيس، العام الماضي عندما كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى بلدكم وكان هناك المؤتمر المشترك، قلت سيادتك فيه بشكل واضح جدا أنك ترفض أن تتدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. أعلنت أيضا بوضوح أنه ليس عليك أن تلقي محاضرة على المصريين حتى تقول لهم ما الذي يجب أن يفعلوه، لأن المصريين يعرفون ما الذي عليهم أن يفعلوه. بالأمس ولساعات قليلة ماضية طلعت كما طلع الجميع التصريحات المنسوبة لسيادتكم، نشرتها وكالات الأنباء والمواقع. كنت سأسأل سيادتك في البداية عن مدى دقة هذه التصريحات، لكن ما قلته الآن عن ملف حقوق الإنسان أكد لي أن التصريحات دقيقة بنسبة 100%. السؤال يا فندم، ما الذي تغير خلال هذا العام لدى سيادتكم لتتغير قناعتك ولتتراجع عما أعلنته من قبل؟ هل نحن أمام سياسة جديدة ستنتهجها فرنسا في المنطقة؟ أرجو الإيضاح وشكرا ومرحبا بك دائما في القاهرة. شكرا جزيلا على هذا السؤال. سيدي معك حق تذكر بالعلاقة التاريخية والاحترام المتبادل بين بلدينا والتقدير الذي يكرنه كل واحد منا للآخر. سياسة فرنسا لم تتغير وسوف أفسر لك كيف. أعتقد وأنا مقتنع بقوة بمبدأ سيادة الشعوب. الشعب هو الذي يقرر مستقبل بلده، ولهذا ومنذ أن انتخبت رئيسا للجمهورية فرنسا لا تمارس سياسات تتدخل فيها لتفسر لكل شعب كيف يجب أن يرسم مستقبله. نحن نحرص فقط على المصالحة، نحرص على أن يتمكن الشعب من التعبير عن رأيه عندما يكون محروما منه، وهذا ما نفعله في سوريا معا. ولكن هذا لا يعني أبدا أننا نحاول أن نملي من الخارج أي شيء على حكومة أو أن نغير مسيرة الأمور. هذا هو المبدأ في قلب السياسة الدولية التي ننفذها. الأمر الثاني، عندما أنظر إلى مصر ما ألاحظه قبل كل شيء هي إرادة الاستقرار، وهذا ما قادني في شهر أكتوبر 2017 أن أطلب أن نأخذ في الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الرئيس السيسي. إن استقرار بلد مثل مصر يتطلب أن في مواجهة أي تدخلات أو أي تسللات أو محاولات باسم دين أو باسم مصالح أخرى وحكومات أخرى أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار. وأنا أفهم تماما هذه الضرورة، لكن عندنا أيضا قيم وهي قيم عالمية وليست فقط قيم فرنسية، وعندنا مطالب لنفسنا قبل كل شيء ومنها حقوق الإنسان. ويمكن أن نقول الأمور بكل صراحة ويمكن أن نؤكد عليها، وهذا ما قررت أن أفعله اليوم. وطبعا هذا لا يعني أبدا أني أتراجع عن المبادئ التي قلتها. لا أريد أن أملي أي شيء ولا أريد أن أزعزع أي شيء. في أكتوبر 2017 كان لنا لقاء ثنائي مطول مع سيادة الرئيس، وكنت ذكرت بعض الأسماء أو الحالات، ولكن الأمور منذ
أكتوبر 2017 جرت في اتجاه مخالف، هناك مدونين وهناك مفكرين وضعوا في السجون، وأنا عندي احترام كبير لهذا البلد ولهذا الشعب، ولذلك اعتبرت أن حوارا على حقوق الإنسان يتناسب تماما مع أهدافنا المشتركة ومع الصداقة القائمة بيننا والحوار الودي. أولا لأن صورة مصر الدولية قد تتضرر وتتأذى، ورأيت الصحافة اليوم، وبالتالي أعتقد أنك ترى الصحافة كل يوم عندما يسجن مدون مثلا، هذا ليس جيدا لصورة بلد أحبه وعزيز على قلبي، وبما أني حريص على صورة مصر وعلى وضع مصر يجب إيجاد حل لهذه المسألة. ثانيا النجاح الذي يؤمن به الرئيس السيسي لمصر يمر عن طريق نجاح الأوساط الاقتصادية والفكرية والاجتماعية والأكاديمية والحفاظ على أفضل العقول والمفكرين، وأفضل العقول بحاجة إلى حرية، بحاجة إلى جدل بين بعضها البعض، وبحاجة إلى نقاشات. وبالتالي أعتقد أن مصر المستنيرة وما يحمله رئيسكم وما يحمله بلدكم بحاجة إلى هذه الحرية، وأعتقد أن نشاط المجتمع المدني أمر حيوي. أنا أحترم كثيرا كل القرارات المتعلقة باستقرار مصر وإرادة الرئيس بتفادي زعزعة الاستقرار وتطوير وتنمية الاقتصاد والسياحة، وأنا سوف أرافق مصر بكل قواي على هذا الطريق، والرئيس يعرف ذلك وتكلمنا عن ذلك اليوم. ولكن في بعض الحالات الفردية ظهر لي أنها لا تمثل خطرا في زعزعة الاستقرار، وهذا هو حديثنا وهذه هي الحالات التي لفت انتباه الرئيس إليها والإصلاحات التي يمكن أن تتم. محادثاتي وكلماتي نابعة من احترام كبير لسيادة مصر، وهي على مستوى تقديرنا واحترامنا لبعضنا البعض. أمتان لهما رسالة في أن تنيرا العالم، وربما قد لا يوافقني الرئيس السيسي الرأي بالنسبة لبعض الحالات الفردية، لا أعرف أنا كل تفاصيلها، وربما يمكنه أن يسمح بتقدم في حالات أخرى لا أعرف، وأنا لا أكون صديقا صادقا لمصر إذا لم أكن أقول ما يجول ببالي، لأني أعرف كل ما يميز مصر اليوم في العالم، وأعرف التحديات التي تواجهها مصر. أنا لا أقلل أبدا من شأن التحديات الأمنية التي يواجهها سيادة الرئيس، أنا لا أقلل أبدا من شأن صعوبات إعادة بناء دولة وتطوير اقتصاد حديث وعصري، وبالتالي لا أملي أي درس، وأنا أرى الجهود الجبارة التي تبذل لكي يتم احترام حرية العبادة والمعتقد وحماية كل الديانات، وأنا أرافقها وأواكبها. ولهذا أريد أيضا أن أرى العاصمة الجديدة، حيث دشن سيادة الرئيس منذ بضعة أيام كنيسة ومسجد، أنا أعرف ذلك وأعرف ما يجري، ولهذا حوارنا ولهذا كلامي، وشكرا. Bonjour Monsieur le Président, Denis Boudot pour l'Europe 1 à Paris. Microphone. On vient de parler des sujets des libertés civiles. Vous vouliez des assurances de votre homologue sur les droits de l'homme. Qu'avez-vous concrètement obtenu par rapport à cette liste dont vous parlez ? Est-ce que des noms ont été cités ? Avec quelle avancée ? Et M. Al-Sisi, le président Macron s'inquiétait hier justement de l'arrestation. Il l'a refait aujourd'hui. Les ONG dénoncent une situation alarmante. Microphone, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question, monsieur ? أنا سامع كويس. شكرا. سامع كويس، طيب. خليني اسمح لي إن أنا يعني أشكر فخامة الرئيس على اهتمامه بأمن واستقرار مصر وتقدمها، وده أمر طبيعي لدولة فرنسا بعلاقتها التاريخية مع مصر.
وده أمر كمان مقدر جدا في شخصية فخامة الرئيس. ولكن أنا عايز أضيف لكم بعد إحنا دايما بنتكلم عليه هنا في مصر عن حقوق الإنسان. لازم نعترف إن إحنا ونتكلم بإنصاف إن إحنا لسنا كأوروبا ولسنا كأمريكا، نحن دولة أو منطقة لها خصوصيتها ولها طبيعتها الخاصة التي تتميز بها وتتسم بها. وبالمناسبة التعدد والتنوع والاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي، مفيش حاجة هتبقى، مفيش دولة في العالم أو مفيش ممكن يبقى في العالم كله يسير على نهج واحد ويقول إن هو ده النهج الأفضل والأمثل، ما نقدرش نقول كده. لكن نقول إن التنوع الإنساني اللي موجود في العالم كله ده أمر طبيعي وهيستمر. وأتصور إن محاولة تغييره إلى مسار واحد فقط يمكن ما يكونش أمر جيد. دي نقطة. النقطة الثانية من الإنصاف، لما نيجي نتناول المسائل في مصر، فخامة الرئيس تحدث عن عدد سكان مصر 100 مليون، واستقرارهم وأمنهم مهم جدا، ويا ترى حجم الحريات المتاح ليهم قد إيه؟ حرية التعبير متاحة ولا لا؟ حرية التقاضي ودولة القانون متاحة ولا لا؟ ده أمر أنا بأكده دلوقتي عشان بس أطمن السائل فيما يخص الحريات والحقوق في مصر. لكن ما تنساش إن إحنا بنتكلم على منطقة مضطربة وإحنا جزء منها، وفي مشروع كبير جدا كان المفروض يتعمل في المنطقة ديت، والمفروض إن مصر هذا المشروع لم ينجح فيها، هذا المشروع لم ينجح فيها اللي هو إقامة دولة دينية في مصر، وبما تعني هذه الكلمة من كل التحديات للمنطقة وحتى لشعب مصر اللي رفضها. فدي نقطة أخرى عايز أضيفها أو أتكلم عليها كمان. لكن عايز أقول لك تعال نتكلم مع بعض حجم الجهد اللي عملته الدولة المصرية مش الرئيس السيسي في إطار حقوق الإنسان كما يراه وتراه حتى منظمة الأمم المتحدة. عندما أتحدث معك وأقول لك إن كان في عندي 250 ألف أسرة موجودين بيعيشوا حياة غير أدمية على الإطلاق، غير أدمية على الإطلاق، كانوا موجودين. أنا بس عشان لا يليق إن أنا يعني أجرح مشاعر مواطنينا، يعني كانوا موجودين في سكن لا يليق بأي بشر. عندما توفر لهم الدولة المصرية ذات الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتقوم بحرب على الإرهاب منفردة بقى 5 سنين، ما يعني ذلك من تكلفة، سواء كانت تكلفة مادية أو تكلفة أمنية أو تكلفة اقتصادية، توفر 250 ألف شقة، 250 ألف شقة مفروشة يعني متأسسة، عشان نقول للمواطن ده إن مصر شايفاك ولن تسمح إن هي تتركك في الشارع تعيش كده أنت وأبنائك. ويبقى إحنا بنطلع الأسباب التطرف والإرهاب بنزيدها بإن إحنا نترك هؤلاء المواطنين بلا مأوى أو بلا إقامة حقيقية. دي نقطة. لما أجي أقول لك إن أنا عندي قوائم انتظار للمرضى في مصر كانت بنعالج، بس تقدر مصر تعالج 10,000 مواطن في السنة، وتقدر تدبر الموارد لكده ل10,000. عندما تقوم مصر خلال 8 شهور اللي فاتوا بمعالجة 10,000 كل شهر بمعدل 120 ألف حالة انتظار لعلاج، علاج ضخم، علاج كبير، أورام، يعني جراحات كبيرة، هل ده لما أعمل الكلام ده 120 ألف مواطن أسعد أسرته وأسعد ده وأسعد ده، هل ده مصر ما رعتش حقوق الإنسان من منظور آخر غير المنظور اللي أنتوا بتتكلموا فيه؟ مع كل تقديري للمنظور بتاع المدونين، ولكن مصر لن تقوم بالمدونين، مصر لن تقوم بالمدونين، وأنا بقولها لكم بمنتهى الصراحة، مصر تقوم بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها. إحنا بنعمل إصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي وإصلاح سياسي وإصلاح ديني. أنا عايز أقول لك هو كان في حد يقدر يتكلم النهاردة على شكل المسار العلاقة بين المصريين وبعضهم البعض؟ أنا بتكلم على المصريين. إحنا بقى النهاردة لا يليق عندنا في مصر بقت إساءة أنك أنت تقول مصري مسيحي ومصري مسلم،
ما بقاش ده مقبول عندنا دلوقتي، بقى اسمه مصري بس، له حق المواطنة، الذي يؤمن والذي لا يؤمن على الإطلاق، يعني حتى الذي لا يؤمن بقى ليه مكان. احنا بنتكلم على مش كلام بنطرحه واحنا وابدين بنتكلم هنا، دي ممارسات بننفذها بالفعل حتى تخرج من مصر إلى المنطقة اللي احنا موجودين فيها، اللي هو المواطنة والعيش المشترك والعيش والتآخي بين الناس والمحبة بينهم. أنا عايز أقولك في مصر هنا بيتخرج كل سنة 1,000,000، قول لي أشغلهم إزاي؟ أنت جيت بتسألني بتقول لي عايز حق المدونين، وأنا بسألك أشغل دول إزاي؟ أجيب لهم شغل منين؟ 1,000,000 كل سنة منين؟ أعمل إيه؟ أنا مستعد أسمع منكم وأسمع نصايحكم، بس حد يقول لي أعمل إيه؟ وأجيب منين؟ أعمل إيه في 1,000,000 اللي بيتخرجوا كل سنة؟ أعمل إيه في 2.5 مليون اللي بيتولدوا كل سنة؟ عايزين يخشوا مدرسة، وعايزين يتعلموا كويس، وعايزين ياكلوا كويس، وعايزين يتعالجوا كويس. حد يقول لي أعمل إيه؟ حد يقول لي نحل المسائل دي إزاي؟ أنا آسف إن أقول لكم إن المدونين بتتكلم لغة تانية خالص غير الواقع اللي إحنا بنعيشه. أنا بتكلم بمنتهى الصراحة. إحنا ما عندناش حاجة نخجل إن إحنا نقولها. أبداً. ولا نخاف منها أبداً. إحنا بنقود بلادنا بالأمانة والشرف والعزة، بالأمانة والشرف والعزة، عشان نعمل مجتمع يليق بمصر اللي إحنا بنتكلم عليها، اللي تاريخها أنتوا شفتوه من 5,000 سنة. فأنا بس عايز أقول لما أقوم ببرنامج هو الأكبر على الإطلاق في العالم كله، العلاج الفيروس سي في مصر، كانت مصر فيها ملايين من المواطنين مصابين بهذا المرض. ممكن دولة زي دولة متقدمة في أوروبا تعمل البرنامج ده لأنها قدراتها الاقتصادية والتنظيمية والطبية تقدر تعمل ده، إنما لما أنا أقوم هنا في مصر، مش أنا، الدولة المصرية تقوم بعلاج 55 مسح طبي ل 55 مليون مصري حتى تتأكد من سلامتهم، واللي يبقى مصاب بالمرض اللي كان موجود هو الأعلى في العالم كله يبقى مش موجود. أنا بقول الكلام دوت لأن إحنا إذا كنا بنتكلم على منظمات مجتمع مدني، منظمات المجتمع المدني اللي موجودة في بلدنا فوق 45,000، فوق 45,000، وبتقوم بدور مجتمعي رائع، مجتمعي رائع. ولما إحنا وجدنا إن القانون بتاع منظمات المجتمع المدني في نقاش عليه، طرحناه مرة تانية لهم وقلنا لهم خشوا في حوار مجتمعي وشوفوا أنتوا عايزين تضيفوا إيه، عشان إحنا عايزين دوركم. لأن إذا كنا بنتكلم على دولة بالحجم ده وفي منظمات المجتمع المدني لها دور مهم جدا في ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة والاجتماعية الصعبة، يبقى لازم نوفر لهم المناخ بأن احنا نسمع منهم. فأنا بس عايز أقول أن احنا مش عايزين نختزل حقوق الإنسان في مصر على أنها يعني مع كل التقدير لآراء الناس، لكن آراء الناس أمر وهدم الدولة أمر تاني، هدم الدولة في مصر أمر تاني. وأرجو أن احنا ما نبقاش بعاد عن اللي حصل في المنطقة قبل كده. اللي حصل في المنطقة قبل كده في الدول اللي راحت دي كانت مصر هتروح برضو. وأنا أتصور هنا إحنا أنتوا كنتوا هتقدروا تعملوا لنا إيه؟ عندما تتحول الدولة المصرية إلى حرب أهلية، إيه اللي كان ممكن تعملوه؟ أنا بكلمكم بمنتهى الصراحة والشفافية والمباشرة، الكلام ده أنا قلته في أول لقاء من 3 سنين في البرلمان، مش كده؟ قلت هذا الكلام وقلت لهم خلي بالكم القضايا اللي موجودة عندنا في بلدنا قضايا مختلفة خالص عن اللي أنتوا بتفكروا فيه. وبالتالي المفروض انك انتوا لا ترون فقط، وانا بفكر الحوار، لا ترون فقط بعيونكم الاوروبيه، نحن لا نراكم بعيوننا المصريه، نحن نراكم بعيوننا الاوروبيه. فانتم كمان مطالبين بان انتم ترون بعيوننا، بعيون يعني ترون بعيونكم المصريه، تشوفوا مصر مش بعيون اوروبيه. هتظلمونا وهتتهمونا باتهامات مش موجوده. وبالمناسبه اللي بيعمل سمعه دوليه هو الاتهامات. لو ما حدش اتكلم وما اكم الموضوعات اللي موجوده حول الانسان في العالم ما حدش بيتناولها، بدل ما حدش تناولها الموضوع انتهى. انا بس مش عايز اطيل عشان فخامه الرئيس والالتزامات اللي احنا بنتحرك فيها، لكن انا عايز اطمنكم وانا باكد لكم انا في موقعي ده لا اقبل ان يكون الراي العام في مصر او الغالبيه المصريه ترفض وجودي واستمر. وانا بقولها لكم يمكن لعاشر مرة بقولها للمصريين، أنا واقف هنا بإرادة مصرية، بإرادة مصرية، ولو الإرادة دي مش موجودة أتخلى عن موقعي فورا. وأنا بقولها لكم العالم كله هيسمعها مني.
تفضل فخامة الرئيس، تفضل اللي عايز يسأل تفضل. شكرا فخامة الرئيس السيسي. برحب مرة تانية بفخامة الرئيس ماكرون. والحقيقة فرنسا دايما بالنسبة لنا كشعب مصري بننظر إليها على أنها واحة الحرية والديمقراطية، وبننظر بإعجاب لتجربة صعود وانتخاب الرئيس ماكرون. وبهذا الحب من الشعب المصري تابعنا عبر وسائل الإعلام المختلفة أحداث السترات الصفراء في فرنسا، ورأينا وتألمنا للأسف الشديد عندما رأينا البعض يقوم بالتخريب في باريس أو في مدن فرنسية أخرى. لكن كمان شفنا في الشوارع كيف تم التعامل مع المتظاهرين، ورأينا القبض على مئات من هؤلاء المحتجين، وما نشر عن وقوع قتيل أيضا. سؤالي للرئيس ماكرون، كيف سيتم التعامل مع من تم القبض عليهم في إطار حقوق الإنسان؟ شكرا. Alors, sur le sujet, parce que je ne voudrais pas oublier الفرنسيين يعبرون عن آرائهم، وأحيانا الناس ينسون ذلك. يمكن أن يقول الناس ما يريدونه، وأحيانا يقولون أشياء ضد البلاد، وهذا ما أسف له، وضد الرئيس والحكومة. هذه الديمقراطية، ورأيتم الصور، رأيتم الاحتجاجات. حسنا، كانت هناك مظاهرات تعبر عن الغضب والاحتجاجات، وعدة أنواع من الغضب لو صح القول. وفي بلدنا حرية يضمنها الدستور هي حرية التظاهر، ونحن ننوي حماية هذه الحرية لأننا نحرص عليها كثيرا. خلال هذه المظاهرات لاحظتم أنها لم تمنع. كان هناك أفراد ومتطرفين دخلوا في هذه المظاهرات وكسروا، وأحيانا ارتكبوا تجاوزات، خربوا المتاجر والمباني العامة، أو أعمال عنف ضد الشرطة أو أشخاص آخرين. وبالتالي تم توقيفهم، ليس توقيفهم لأنهم كانوا يقولون شيئا أو يفكرون شيئا، تم توقيفهم لأنهم كسروا، لأنهم دمروا، لأنهم هاجموا مواطنين أو مؤسسات. وحسب القانون سوف يعرضون على المحاكمة، بعضهم أطلق سراحه بانتظار المحاكمة، وسوف يحاكمون، والمحاكم هي التي ستقرر، وهذا شيء جيد. هكذا حصلت الأمور، ولكني لا أريد أن نخلط بين هؤلاء الذين كسروا والمتطرفين من جهة، الذين سيعاقبون كما ينص القانون، طبعا مع احترام حقوقهم في الدفاع. إذا لا يجب أن نخلط بينهم وبين مواطنين كانوا يتظاهرون للتعبير عن عدم رضاهم، لأن هذا حقهم. أنا مثلك آسف أن 11 مواطنا فرنسيا ماتوا خلال هذه الأزمة، وكلهم ماتوا بسبب البلاهة البشرية، ولكن ولا واحد مات بسبب الشرطة أو تصرفات الشرطة. نظرا لهذه الأزمة التي تعيشها فرنسا، هذا شيء استثنائي، وأريد أن أشيد بمهنية قوى الشرطة والقوى الأمنية في هذه الظروف. المجتمعات المدنية يمكن أن تتحدث، الحديث يمكن أن تتكلم بكل حرية وصراحة، ولكن يجب أن نميز بين الأمور، ويجب أن نميز بين الحقيقة كما هي.
Bonjour messieurs les présidents, Mathieu Coach, BFM TV. Une question pour monsieur Macron. Avez-vous déterminé si des blindés ou d'autres armes vendues par la France à l'Égypte ont été utilisées dans des opérations de maintien de l'ordre contre le peuple égyptien, des opérations violentes? Et malgré ces doutes récurrents sur les conditions d'utilisation de ces armes, est-ce que la France va continuer à en vendre à l'Égypte? Et plus précisément, est-ce que des négociations ont avancé sur la vente de plus d'avions Rafale ou de drones patrouilleurs? Je vous remercie. لبيع طائرات الرافال والطائرات بلا طيار. ردا على سؤالك الأول، الأسلحة التي تكلمت عنها كانت في فترة 2010-2014 كلها تمت في إطار القوانين الفرنسية واللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء وذلك لبيع المعدات العسكرية. من أصل 200 تدخل مرة عام 2013 Elle a d'ailleurs donné lieu, sous le mandat précédent, à un échange et une caractérisation de la part des pouvoirs publics français. Il est très clair que pour nous, l'utilisation de ces blindés est une utilisation qui doit être exclusivement militaire, et c'est clair entre nous. Pour tous les autres sujets militaires qui sont à discussion, dont vous avez d'ailleurs rappelé quelques-uns de la nature, il n'y a aucune ambiguïté possible. Ce sont des sujets pour défendre, protéger le territoire égyptien contre des ennemis venant de l'extérieur. المعدات إنها تهدف إلى الدفاع عن الأراضي المصرية في وجه أي عدو خارجي وهي تدخل في الحوار الاستراتيجي الذي نريده. كان هناك 24 طائرة رافال تم الاتفاق عليها وتسليم 23 منها وسوف نواصل العمل ولم يكن هناك أي مواضيع ناقشناها في هذا المجال اليوم إلا الشراكة القائمة بيننا ونوعية هذه الشراكة والتقارب بين القوى الفرنسية والمصرية والشراكة العملية. أنا بس اسمح لي أن أنا يعني أأكد لك أن احنا الشرطة لا تقوم بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة أو القوة. لازم تكون عارف كده، لأن برضو التظاهر هنا في مصر ده حق بيكفله الدستور والقانون وإحنا ما نقدرش نمنعه. احنا بنقول ان بنطالب الناس بان هي لو في تظاهر يبقى تظاهر في اطار القواعد المنظمه لهذا التظاهر. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا باكد لك ان لم تستخدم اي مدرعات، مش بس مدرعات تم امدادنا بها من فرنسا في قمع متظاهرين. ده امر مهم قوي ان انتوا تبقوا عارفين منه. احنا بنتكلم، خلي بالك، على فتره من 2011 لغايه النهارده. في فترة منهم كانت الفوضى هي السائدة في مصر في 2011 كله و12 وجزء من 13، وأرجو إن احنا نفتكر ده كويس قوي. ولكن حتى لو كان في تعامل مع حتى العناصر اللي هي المتشددة والإرهابية، ما كانش بيتم التعامل معها. لا يمكن يستخدم السلاح ضد مواطن أعزل إلا إذا كان المواطن ده بيقوم برفع السلاح واستخدامه، وأظن دي قاعدة الاشتباك اللي موجودة في الدول كلها. أنا بكلمك كلام برضو مش كلام دبلوماسي رد سياسي كده عشان احنا موجودين، لا، لكن احنا بنستخدم السلاح فقط ضد عناصر إرهابية متطرفة. أنا قلت الفخامة الرئيس على العدد وما أقدرش أقوله دلوقتي قدامكم عشان يعني احتراما لأسر الشهداء والمصابين في مصر. احنا بنتكلم على أعداد ضخمة جدا جدا سقطت في المواجهة. أقول لك أكثر من 100 إنسان، سواء كان هذا الإنسان رجل أو سيدة أو طفل، في 3 ضربات في الكنائس. أقول لك إن سقط أكثر من 324 فرد في 10 دقائق في مسجد واحد. أرجو إن أنتوا تحطوا ده جنب ده، يعني الوضع اللي إحنا بنتكلم عليه وضع مش موجود غير في بلادنا. وبالرغم من كده أنا بقول لك تاني، لا يمكن أبداً أن تستخدم المدرعات ضد المتظاهرين، لا يمكن يحصل ده. وارجو ان احنا نكون متاكدين، وارجو ان احنا نراجع الموضوع. وانا بقوله مش دفاعا عن، احنا بنتكلم في المبدا، حق التظاهر ده حق يكفله الدستور، وحق التعبير عن الراي، حق التظاهر ده حق يكفله الدستور والقانون. فانا بس باكد لك ان ده يعني اي معدات بناخدها من فرنسا قبل احنا ما نكون حريصين على ده، الدوله الفرنسيه حريصه على ان هذه المعدات تستخدم في الاطار المخصص لها، هو مكافحة الإرهاب وحماية الدولة. وأنا عايز أفكركم برضو أن إحنا في لدينا حدود تصل إلى 1200 كيلومتر
مع حدودنا مع ليبيا، يا ترى بيتم تأمينها إزاي؟ بيتم تأمينها ضد دولة يعني مش عارف أقول إيه، بيتم تجميع العناصر الإرهابية من كل حتة عشان تبقى موجودة وتنطلق لإزائنا وإزاء دول الجوار، وبرضه وهتبقى تأذي فرنسا وهتأذي أوروبا. فأرجو بس إن احنا نبقى متأكدين إن مش ممكن المعدات تستخدم ضد مواطنينا. شكرا، أنا بشكركم جزيلا، واسمحوا لي إن احنا نرحب بفخامة الرئيس. Merci à vous.